نحن بام تي في الايف دائما بنحب مشاهدينا نستقبل كل سنه جديده بامل كبير، وضيوفنا بهالفتره دائما بيكونوا اشخاص بخلونا نتفائل، اشخاص بضحكونا وبكل بساطه بنسونا همومنا. ضيفتنا هلا بتخلينا نشعر بكل هالامور من خلال موهبتها وقدرتها على اداء الادوار الدراميه والكوميديه. بنرحب بالفنانه ليليان نمري. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. ميري كريسمس اولا. ميري كريسمس. ينعاد عليكم. شرفتينا. ان شاء الله يا رب هيك هالسنه الجديده تكون سنه ذهبيه على الجميع ومليانه بالسلام لكل العالم. علينا وعليك ليليان. مثل ما قلت ربنا انعم عليك موهبه تمثيل ادوار كوميدي وادوار دراميه. انعم عليك. والله غضب علي. انعم عليك. انا برايي بموهبه خفه الدم اللي مش موجوده. خفه الدم. انا حلفت يمين انه اليوم بدنا نقلبها هيك هضامه، وبدي اعلق على تقرير قدمتوه على بكره عن اللي صمد كل الوقت مصاري كثير اثر فيي. بس اليوم حرام على دقيقه بتقول له خود تقبرني، ما بيغلوا عليك دغري. يمكن هو يطلبوا منا يرجع. اي هلا انا خففت شوي، ما بدي تقل الخبريه. انا كنت بدي لك انه هو يعني على كل دقيقه بشلح اياهم، الا مش انا جبتون. ليكي لو كان لبناني بصدق، بس هيدي بالصين ما بعرف شو عادتهم. لا بس اثرت فيي الخبريه كثير. ليليان انت عندك خفه دم وخفه ظل كلنا بنحبها، ودائما بترسمي البسمه على وجوهنا. وبدي اقول لك مبروك، مش بس خفه الدم، خفه الوزن. ضعفانه 35 كيلو. نعم. مبروك. يعني صحيا بالنهايه ارتقينا، انه الافضل انه خدت لعمليه يعني جراحيه. ما انا جراحيه. نعم. عمليه اليوم صارت بالناظور يعني. نعم. واكيد بدي اشكر حكيمي كثير لهالاعتناء الكبير يعني اللي قدم لي اياه، ونشكر الله. يعني انا اخر شيء كرمال صحتي، يعني بتعرفي ما كنا بعد اخذين الضمان، وكل الفنانين بيكبروا وبيصير عندهم امراض مزمنه، والبدانه مشكله كبيره. يعني انا عانيت فيها كمان بلا ما اقول عمري شي 12 سنه. لا بس انه 30 سنه عم بعاني من هيدا الموضوع. لا صارت هيدي العمليه اللي كثير سهله وما في فيها في شيء قص، امنت اكثر. نعم. والحمد لله كتر خير الله. يعني بعد بدي اسبوعين طبق الست شهور. حلو كثير. يعني فينا نعتبر انه بال 2014 قدرتي تحققي انجاز كثير مهم على الصعيد الشخصي. اكيد، لانه هيدي كانت امنيتي من زمان صحيا. نعم. وهيدا اللي كانوا عم بيعانوا فيه اهلي كثير. يعني اهلي كانوا يضلوا زعلانين انه يعرفوني انه انا عم بحاول. خوفا عليكي. انا ما في حكيم الدايت. نعم. ما في نوتريشن، ما في كذا. كنت اول زياره يجوا على لبنان انا كون يعني عندهم، عرفتي؟ خلينا ندخل. سلامتك، لانه اللي بقليك. وبتعرفي انت عن جد كاركتير، يعني عم تحكي عن الوزن بس نحن بنعرفك. يعني هالضحكه العريضه لو شو ما كان ما رح تروح، ما رح تدوم. مهضوم لو ضعيف، لو مية بالمية. طويل قصير، يعني بنشوف كثير اشخاص تغيروا. يعني كانوا مثلا يمكن ناصحين ضافوا كثير، ما عاد تلقيتيهم مهضومين. يعني لانه هن بالاساس منهم مهضومين بالفطره، تحسي انه في شيء تغير. بس انا بضل مثل ما انا. لذلك سميناها نعمه من عند ربنا ليليان. ليليان على قد ما عن جد بترسم البسمه على وجوهنا بالكوميديا، كمان بتاثري فينا بالدراما. نعم. ولكن بنلاحظ صارت حوالي سنتين بعيده عن الدراما. شو اللي بعدك عنا كل هالفتره؟ بعرف كنت مشغوله بالتحضيرات، ولكن ليش بتعطي عن الدراما بالذات؟ لا يعني هذا شيء بزعل، لانه دائما بيقتلني مدير انتاجي، بيقول لي كان بدنا اياكي لبرنامج، قالوا لنا هجرتي. يعني هي اول كلمه، كانه ما في تليفون، كانه ما بيعرفوا وين بيتي. عرفت كيف؟ فما بعرف، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله سنه 2015 هيك رح يكون لي اطلاله. بس كنت مشغوله هالفتره يعني مسرحيات وكتابه. هلا بلشنا من شهرين. المسرحيه صار لي 3 سنين عم بكتبها، وهلا يعني حصلنا على رعايه وزاره الثقافه، لانه المسرحيه اللبنانيه 100% وعربيه، يعني كلها مزج بعضها. وحلو انه انا كنت قدمتها لوزاره الثقافه، لانه حلو انه تمثل لبنان. في بصمه وزاره الثقافه. الحمد لله كثير حبوها. ليش 3 سنين؟ حتى بالامن العام حبوها كثير. ليش 3 سنين تحضير او كتابه لهالمسرحيه؟ لانه هلا بس تتاخري في توارد افكار. يعني بتكوني عم تحضري شيء بتقولي ايه هيدا مارق شيء منه بمسرحيتي، برجع بفوت بغير. عرفتي؟ يعني هيدا التأخير بكون في مشكلة لإلي ولكل الكتاب. يعني اليوم كمان إذا كاتب مهم عم بيكتب مسلسل ونام المسلسل بالأدراج، يعني هيدي كل يوم عم بقرأ نص بعتوا لي إياه، في شي 8 مشاهد من مسلسل أنا كاتبتهم، كأنه هني زيتهم حدا أخذهم. يعني عرفت التأخير أوقات هيدا كتير، يعني شي بيقهر. بتصيري بدك تضطري ترجعي تغيري
ومضمون هالمسرحية أكيد من واقع المجتمع اللبناني والعربي. مسرحية اسمها خلص الحكاية. نعم. أكيد إيه، هي بتحكي عن المجتمع اللبناني والعربي عامة يعني. بلسان ليلى نمري وأسلوب ليلى نمري المميز. ليليان ماني سبعتولي عليا سبعتولي ليلى ما بأسف فينا نغنجك ليلي. لكن هالقد تغير شكلك فكانك شخص ليليان مسرحية اللي هلأ عم تتحضر. نعم. قبل خلص الحكي أكيد أيامك يا بطل مع فيرفادي. نعم. ثابت. نعم. مسرحية تاريخية دينية فيها كل شيء كمان. نعم. مواقف طريفة وكمان فيها رسالة مهمة مثل ما عودنا فيرفادي ثابت. خبرينا عن دورك. دوري كمان قبل كل شيء كنت حابين أشتغل مع الأب فادي ثابت لأنه قبل بمرة سبق وصار أنا ما اشتغلت معه قبل بس صار في كذا مرة اتصال تيكون في تعاون ما تسائب يا وقتي يا 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 كون أو شيء. فهلا لما حكيني وشفت المسرحية وقريت يعني بالبداية مشتوا بيد وجه بيعرفوني ما بعرف سير بس أنا فعلا كنت حابة أشتغل معه والدور كتير مهضوم وحلو وهيك صار وصلنا 3 أشهر عم نعمل بروفات يعني مسرحية كتير فيها تعب مسرحية مليانة تابلويات الديكور الأغاني يعني كتير ونحن فريق كتير كبير يعني ما فينا نحده اسم الله يعني فرقة الدبكة الموسيقى كلها للمبدع شارل شليلة أكيد مسرحية بأمضاء الأب فادي ثابت يعني كتابة وإخراجا والرؤية المشهدية كمان جمهور مسرح فادي ثابت بيعرف شو بكون ناطره كلهم بيعرفوا يعني أكيد ما بدي أعتذر يعني بس بحب أذكر أنه يعني نحن معنا نخبة من نجوم المسرح والتلفزيون يعني معنا عليكم نهلة داود مع حفظ الألقاب أحباب قلبي النجم يوسف حديد طوني مهنا أكيد ميشيل أضباشي يعني معنا كتير شباب ما فيني عدهم كلهم يعني بناخد وقت لأنه اسمان لكتار بجيلهم تحية وبحبهم لأنه كتير تعبوا أكيد وجه تحية خاصة لجوزيف تابت اللي عم يتعب معنا كتير كان بالإدارة المسرح. نعم. أو كمان. نعم. كمساعد مخرج ومدير شيء. ومن من بينهم اسم ليليان نمري ليش برأيك لما نحن منشوف أي عمل إن كان مسرحي إن كان عمل تلفزيوني أو دراما ليش لما منشوف اسم ليليان نمري منعرف إنه هيدا علامة فارقة العمل رح يكون مهضوم رح يكون في مواقف هيك مضحكة ومسلية يعني منأكد إنه رح ننبسط بهالعمل أشخاص اللي بشتغل معهم يعني أول كلمة بيقولوا لي إياها نحن بدنا ننجح عملنا يعني الكل اللي بشتغل معه اللي بيجيب ليليان نمرة أو بيجيب اسم أو نجم هو بده ينجح عمله يعني بالنهاية لما بيقرأ نص يعني اليوم مثلا في نص لعمل كتير ضخم بين إيدي رح يكون عمل عربي مشترك فأنا كنت سعيدة إنه المخرج شافني يعني ما بدي أعلن اليوم إن شاء الله بمقابلة تاني بنحكي عنه بنبسط إنه المخرج والمنتج يعني شافوا بس ليليان نمري بهالدور وهذا الشيء بيسعدني يعني لما في أشخاص بيقولوا لك بنحسك عم بتنط من النص يعني هذا الشيء بيسعدني إنه ما أدري شو بالعكس هذا الشيء منيح يعني لما عم بينعرض عليك دور مثلا أكيد بدك تحط يعني عم بتزيد غير الكتابة غير هالأسطر المكتوبة ألبير بدي أقول لك شيء حبيبي إنه بالسنتين صحيح ما كان عندي دراما بس رفضت نصوص كثيرة. نعم. لأنه كمان أنا ما فيني أرجع لورا وخلصنا من أدوار البنت المهبولة اللي لاحقة واحد من مطرح لمطرح إنه كبرنا على الأدوار وبتجي وأنا من النوع اللي ما بحب كرر حالي. نعم. شو ما لعبت أدوار بتحسي فيه هيكل ليليان نمرة بس فيه لليوم أنا لعبين 45 كاركتير يعني ما فيني كرر حالي إنه على طول أنا ما ممكن يكون لبيبة بكل المسلسلات مثل مجدوب تليحة سمور كل الوقت إنه خلصنا ما بقدر يكون البنت الهبيلة على طول لا يعني فت يعني ما فيك تكرر حالك مع إنه في أعمال كمان بعملها يمكن بندم بعدين مع إنه بترك بصمي فيها بس أوقات كمان بتقدم أعمال بدك ما بدك تزعل أنت والأشخاص اللي بحبوك وما بدك تغيب يعني بتصير واقع بين شقوفين ما بدي غيب كتير ولكن ما بدك تطلعي بي الأشخاص أخسرهم لأنه هول أصدقائي قبل ما يكونوا يعني كتاب أو مخرجين ليليان شوية موسيقى مع هالصوت وهالبحة موسيقى وغنى وبركة أنا بقول جاز وبلوز يعني مع هيك بحة بس إنه أكيد قريب هلا ليك منك بعيد ألبير في أغنية أنت حضرتك كتبتيها أخذها المغني من كتابك لما بتحكي بروح تعي نسرق اسم الأغنية لا هو اللي أخذها من كتابي كنت في هي مش قصيدة ولا شيء كاتبة مثل نثر عن والدتي
فحس انه بتتلحن وبتتغنى وعملها لعيد الام ونزل السنه الماضيه واخذت صدى كثير كبير. واكيد انت اقتنعتي بصوته. انا بس بعت لي اياها يعني مسجله. كثير تاثرت. ايه هو صوته رائع جدا وانا بتمنى له مستقبل كثير كبير. فمن فتره قال لي بدي غنيه هيك بتفرح القلب تنزلها على راس السنه وهيك صار طلع معي كلمات يعني كتبت له اسم الغنية تعي نسرق رح نسمعها قريبا السنة إن الله رح. ومنرجع على كتاب لما بتحكي الروح لما الروح بتحكي اللي صدر السنة الماضية كمان مجموعة خواطر وتجارب ركض يعني ركضنا الصبح سي نجيب لكم الكتاب مجموعة خواطر عندنا صور من البوك سايننج على كلنا عم نشوفهم هلا مع المشاهدين ومواقف وآراء ليليان نمري وتجارب ليليان نمري من مسيرتها الغنية والطويلة. خبريني عن القارئ كيف راح تتغير نظرته لليليان نمري قبل ما يقرا الكتاب وبعد ما يقرا الكتاب. انا ما كنت مفكره بحياتي اني انزل الكتاب بس انا كنت اكتب كثير خواطر على الفيسبوك وهيك صاروا كلهم يشجعوني اعملي كتاب. انا بالفتره بالسنه الماضيه وقت نزلت الكتاب انا ما كنت ناوي انزله يعني كنت ناطره ليروق الوضع بالعالم العربي حتى كل احبابي من سوريا من الاردن من تونس يجوا لانه كانوا ناطرين انه يجوا يحضروا التوقيع. يعني كان هو اصلا جربت قد ما فيني كان حرص مش كان توقيع. حتى عملت غنية خاصه لاهلي حتى جبت فرقه زفه يعني كل العالم قالوا هيدا حرص ليليان يعني ما انه توقيع كتابه. الكتاب نزل بظروف صعبه لاني ما كنت ناوي اني نزله وهلا نص بيع الكتاب دائما يعني كل شيء بيطلع الكتاب يعني نص الريع تبع الكتاب لاي جمعيه خيريه بعمل امضائي عم بروح ريعه للجمعيه الخيريه لانه الكتاب ما برد حقه وانا ما بدي ما عملته تجاري درته للاعمال الخيريه. هيك كمان انا بكون مرتاحه ضميريا وبدي اكبر عدد ممكن من الناس يقروه ويتعرفوا علي اكثر. هو موجود هلا بمكتبة موجود بالمكتبة. بدنا ننتقل نحن وياك ليليان للوول اوف فيم لتمضي لنا او تتركي لنا كلمه يعني. بعد لنا كم دقيقه نحن وهونيك عم نتسير بنكمل حديثنا بدنا نرجع لخشبه المسرح. بس مين قال انه لازم نروح؟ مين قال الشاب الحلو اللي حد بيقول بدها دعوه خاصه قال تفضلي ليليان فكره معينه ليليان مش بس ابلوت كمان شهر رشاقه يا ليليان جيتي طيران لعنا يحضروا ايامك يا بطل خلص بوعدك 15 كانون الثاني على مسرح صوت المحبه اللي كان سابقا جورج الخامس ادونيس وراح يشوفوني عم مثل وعم برقص كمان. ليليان ابتديتي وين ما بدك ما بعرف وين في محل في ورا لا ما فيني اقلبها ابتديتي مع والدك على خشب المسرح ست سنين مش غرور بس بحب كون على راس القائمه. شو الفرق بين المسرح بطفولتك والمسرح اللبناني اليوم بصراحه شو بتتذكري؟ بتعرفي رولا قبل لما انت بتشتغلي مع العائله ما بتحسي حالك انك غريبه. هيدي مقولتي الشهيرة من 9 سنين على الفيسبوك وصاروا كلهم هلا يقلدوني بحبكم لتخلص الدنيا. حلو. لا خليني مادام بالعربي خلينا بالعربي ليلو ليلو ليلو. ايش كنا عم نحكي؟ عم بسألك عن المسرح بطفولتي والمسرح اليوم. قبل ما كنت كثير يعني حس انه في غربة لأنه أنا ابتديت فترة طويلة مع خيي مع بي وإخواتي وبعدين انتقلت لا بعتقد ما اشتغلت مسرح مع حدا منهم بروفيشنال يعني ما بشتغل حياة يعني بعده محافظ على مستواه برأيك المسرح اللبناني؟ ايه لا وبكل تاريخ البشرية في العالي وفي الوسط وفي يعني مثل الأغاني مثل التمثيل أنا ما عندي مشكلة بقولوا لي نحن ما بنحضر هذا النوع من المسرح ما بسمع هاي الغنية أنا ما عندي مشكلة كله بدنا نتمشى رح لا رح بدك تتمشى بدك نعمل هيك زيارة خلينا نعمل برمي يلا نعمل برمي يلا مشي أنتوا فيكم تكذروا ما بدك تكذري أنت ما عندي مشكلة خلينا نروح نكمل مشوار هيك جينا قولوا هيك تستفيد طيب رح أتركك مع هالشاب الحلو بدي أشكرك ليليان كثير انبسطنا يا ريت معنا وقت أكثر بدنا نستقبلك بعد ما تنطلق المسرحية ب 15 كانون الثاني تنحكي عن الأصداء وعن ردة فعل الجمهور اللي دائما بيقدر عمل جديد أكيد أنا بوجه تحية لكل اللي عم يشتغلوا بالمسرحية وبوجه تحية لكل المشاهدين يعني اللي عم يحضرونا لازم تحضروا أيامك يا بطل عم تحكي عن حقبة تاريخية مهمة مرقت بلبنان بتشبه أيامنا اليوم. شكرا لك ليليان بتمنى لك سنة جديدة كلها خير وحافلة بالإنجازات أهلا وسهلا.
رفيقي. ليك حبيبي مين قال انه خلينا نكمل مين؟ ومع هالكزوره الحلوه مشاهدينا بنختم وول اوف فيم اليوم. وقت قصيره وبنرجع لاخر محطه مع واتس اون ام تي في. مين قال انه مش طايق؟